تاريخ من الأخوة والدعم المتبادل تميزت به العلاقات المصرية السعودية، أكدته العبارات والتصريحات الرسمية في مقدمتها كلمات الرئيس السيسي التي كررها في أكثر من مناسبة، التي لخص فيها أهمية العلاقات المصرية الخليجية وتحديداً المملكة العربية السعودية قائلاً: مسافة السكة، وأمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. مسافة السكة لأن احنا حماية الأشقاء، أمنهم واستقرارهم وسلامة بلادهم، ده أمر احنا بنضعه دائما في مقدمة أولوياتنا. فالأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأمن الخليج جزء من أمن مصر. وبرهنت عليه المواقف المتعددة عبر محطات تاريخية لا ينكرها إلا المغرضون. العلاقات التي تجمع مصر والسعودية هي علاقات متجذرة تاريخيا، فعقب توحد المملكة كان البلد الأول الذي يزوره الملك عبد العزيز مؤسس المملكة السعودية هو مصر قبل أن تصبح جمهورية. فكان عام 1926 عاماً مهماً في العلاقات بين مصر والسعودية، حيث تم توقيع معاهدة الصداقة بين البلدين، وكانت السعودية مؤيدة لمطالب مصر الوطنية في جلاء القوات البريطانية عن الأراضي المصرية، ووقفت إلى جانبها في الجامعة العربية والأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية. فالعلاقات ممتدة على الأصعدة السياسية والاقتصادية، وشارك الجيش السعودي في جميع الحروب التي خاضتها مصر ابتداء من حرب عام 1948 بعد تعرض مصر للعدوان الثلاثي عام 1956. ساندت المملكة مصر وقدمت لها نحو 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكي لبناء السد العالي. كما أعلنت التعبئة العامة لجنودها لمواجهة العدوان الثلاثي على مصر، وتكرر الدعم والمساندة أيضاً عقب العدوان الإسرائيلي على الدول العربية مصر وسوريا والأردن في عام 1967. وأيضاً كان للملك فيصل موقف قوي في حرب أكتوبر عام 1973، حيث قرر العاهل السعودي استخدام سلاح بديل عن البارود، فدعا لاجتماع عاجل لوزراء النفط العرب في الكويت، وأعلن استخدام البترول كوسيلة ضغط على الغرب حتى تنسحب إسرائيل إلى خطوط ما قبل يونيو عام 1967. وبعد تولي الرئيس السيسي الحكم في عام 2014 ازداد عمق العلاقات والتنسيق والتشاور بين القيادتين في القاهرة والرياض، وذلك بهدف مواجهة كل ملفات المنطقة وأزماتها وما يتعلق بها من تهديدات وتحديات. وتتفق البلدان على ضرورة المبادرات السياسية والحلول السلمية لكل أزمات المنطقة، بما يحافظ على استقرار الدول العربية ووحدة ترابها الوطنية، ويضع مصالحها الوطنية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار لشعوب هذه الدول بمعزل عن التدخلات الخارجية. وكذلك تؤكد مصر دعمها لأمن الخليج كجزء لا يتجزأ من أمنها القومي. علاقات مع الأشقاء العرب هي علاقات تاريخية وممتدة عبر تاريخنا كله، وبالتالي الحرص على أن العلاقات دي تبقى مستقرة ومتطورة وتاخد يعني قوة دفع في كل فرصة أو كل مناسبة نقدر نحققها، إحنا بنسعى لكده.